من جار الصالحان مضر ربيعة إياد أنمار الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبر أن نزار بن عبد بن عدنان أولاد أربعة، ومنهم الصريحان اللذان هما الصريح من ولد إسماعيل مضر وربيعة، ذرية مضر وربيعة، مضر وربيعة هما الصريحان من ولد إسماعيل، لا ريب في انتساب إلى إسماعيل، لا فيه تذبذب المال. فيه إياد، هؤلاء هلكوا قبل الإسلام، بقيتهم أشياء قليلة، من بقاياهم أحمد بن أبي دواد قاضي المامون المعتصم صاحب نهاية القلب حلق القرآن، يقول في شعر يمدحه القاضي معروف بالعدل البزان والمكاذب، لكنهم وقع بيتنا قليلا. يقول في شعر يفخر، يقول شعر نزار يقول رسول الله الخلفاء منا ومنا أحمد بن أبي دواد، يقول يرد عليه آخر يقول رسول الله الخلفاء منا ونبرأ من داعي بنية. ولنزال صريحان مبرزات إياد وأنمار، أنمار ما قرب ولا غر، يمدحه ما لا أعرفه عنه، ما يمدحه ولا ما يذم فيه، لكن ما أنه من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن نمدحه في النهار. ولكن ذرية أنمار فقال فيها الذبذب النسب، هل بجيلة وخدام المام من الذي أنمار هذا بن نزار أم من ذرية أنمار بن راشد اليمني الذي قال هكذا بجيلة الحنفاء وقالهم الكرام قد توقف ما بين أنمار نزار السني وبين أنمار راشد اليمني خلاف، وقع في بجيلة في بجيلة وخدام، أما أنمار نسبته لكن من هي ذرية أنمار هذا؟ هل له ذرية معروفة من نسبها ثابت في ولد إسماعيل ولا؟ إذا قلنا إن بجيلة وخذعمة ابن أنمار بن نزار فهما من ولد إسماعيل، وإذا قلنا إنهما من أنمار بن هراشة اليمني فهذا أنا أنهما ليس من ولد إسماعيل إلا على القول الضعيف أن إسماعيل هو أبو قحطان، ونحن قلنا سابقا وهو أبو قحطان بقول نبي عنه، فقحطان بن هود النبي هو وود جميع العرب بعد أذنان وقحطان والسوري. ولنزار صريحان مضر ربيعة إياد أنمار الأغر. أما إياد بن نزار فارتحل عن مكة مضر بيحتفل، كان الجميع في مكة رواحية، لما قويت شوكة مضر ضاقت الدار بإياد فارتحلوا إلى الشرق إلى نجد والسيرة وتلك النواحي. ثم إن السابور ذي الإكتاف ملك الملوك الفرس اسمه سابور، واصل سابور شاهبور، شاهبور شاهبور مناها ابن الملك، بور مناها ابن، والشاه مناها الملك. قالوا ان ملكا من ملوك الفرس لم يكن له ولد واتخذ جارية مملوكة فحملت منه وغضب عليها، سلمها لوزير له ليقتلها، سلم إذا هي حامل، فقبل أن يستسلمها منه من إخلاص الوزراء الملوك إخلاص لا يتصور، جب مذاكره ولف ذلك منه في خرقة في الحرير وفي حقة لها جوارها، وسلم هذه الأمانة للملك قال لا أمانة أتركها عندك، وأخذ الجارية فقام عليها حتى وضعت الولد ورباه تربية أولاد الملوك، والملك لا يشعر بشيء من هذا،
في بعض المرات دخل على الملك وهو حزين، قال له ما يحزنه؟ قال له انه كبير في السن وليس له ولد يرد العرش بعده ويحفظ على الفرس ملكه ومعجته. فقال له اعطني الامانة التي اتمنتها، اعطني هدي لي الأمانة التي ائتمنتك عليها. الداعي فتح بين يديه وأطلعه أنه كان يجب نفسه حتى يطمئن الملك أن هذا الولد الذي يسوي سلوبه من الملك، وأخبره بالقضية وقال له أنه سيريه إياه. فجمع من الغلمان يلعبون بالكرة، وجاء الملك ففر الغلمان من وجهه هيبة له وبقي الولد. قال هو الملك شابور، نعم ابن الملك، فذهبت له شابور فسمي هكذا شابور، والعرب غيروه الى سابور. شابور هذا قال له بعض كهنته او منجميه إن دولة الفرس سيكون ذهابها على أيدي أمة العرب، فعزم أن يجتاح العرب، تحاصر ملك الحضر هذا الذي اسمه ضيزن سنتين هو محاصر لقصره حتى استولى عليه وقتله. في قصة يطول ذكرها، وفيها يقول الشاعر قام به شاهبور الملوك حولين تضرب في القدم ثم قدومه. قام به شاهبور الجنود حولين تضرب في القدم. شابور هذا وصابور، شابور هذا غزا عيادا، كان شاب من عياد يخدم في ديوان الملك، وطلع على ان الملك سيغزو، كتب لهم قصيدة عجيبة، كتب لهم قصيدة رائعة واطلع عليها قبل ان تصل اليه، وحبست وغزاهم الملك واجتاحهم. قصيدة مشهورة التي يقول في عيادا وخلف سراتهم إني أرى الرأي لما قد نصاع، ما لي أراكم يا مهيب ولهنية لا تستجزحون، وهذا الذي قد جمع قلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب موضو طالحا لم ترغن الرخاء ولا عيش ساعده ولا إذا عظمكم به خشعا كمالك بن قنان أو كصف للقناة يوم ألاقى الحارثين معه ذهابه عائب يوما فقال له دمي لجنبك قبل اليوم والضجع. قصيدة رائعة ولكنه لم يطلع عليه، فاجتاحهم الملك وصار يستل اكتاف الرجال ويتركهم هكذا يستل اكتاف، فيرقب شبر الاكتاف، فقال وبالعراق استل بالإيجابي مصدر أوجب عليهم خيل وركاب حملها على الوجيب وهو سير سريع، فما أوجبتم عليهم خيل ولا ركاب. والعراق استل بالإيجابي أكتافهم سابور بالأكتاف الأصبعي ولقب الأكتاف، ثم انتقل إلى مضر، هو قبيلة غزاها تميم، فروا من وجهه وتركوا عمرو بن تميم وهو شيخ كبير جدا جدا كالبريخ في شننه في دلو، علقوه في دورهم وعربوا، فجاء هو وجدهم عربوا من وجهه ورأى هذا الشيء معلق وأمر أن ينزل فإذا به الشيخ كالبرايق. سأله ماذا يريد؟ قال إنه يريد غزو العرب وإهلاكهم. قال لماذا؟ قال لأنه أخبره أن منجميه وكهنته أخبره أن هلاك دولة الفرس سيكون على يد العرب. قال أنا عقل الملوك. ما قال؟ قال عقل الملوك هذا الذي أخبرك به كهنتك إن كان حقا،
فمن الحكمة أن تتخذ يدا عند هؤلاء يحظونك بها، وإن كان باطلا فليس لك عليهم سبيل تقدمه. فسمعها وعرف أنه الحق ورجعها. قال: وجد ذو الأكتاف عمر بن تميم بكبر في الربع ملقا كالرميم كالعظام البالية، فاستنطق الملك أمرا فنهى عن غزو قومه وعن قتل قومه وما فيه معصى فضعه فيه. وذكر بعض أعيان إياد، قال: كعب بن مامة الجواد منه، من بني إياد كعب بن مامة، هذا الذي آثر على نفسه بالشراب بالماء حتى مات عطشا. ابن مامة كعب هنا عي به زبول من يده لا حرة وقدا، معه ربط كلما هذا أن يشرب رفع في وجهه بأطاء، فهذا رفع حتى مات وعطش. وصار يضرب به المثل في الإيذار والجود، قال: تعبون ما مثل جوادنا. والذي يقول به الشاعر يمدح عوس بن حارثة بن لام: إلى عوس بن حارثة بن لام ليقضي حاجتي فيما انقضاها، فما كعب بن مامة فما وقتها. لا هذا ما هو. إذ يقول في جرير يمدح عمر بن عبد العزيز بن مروان: فما كعب بن مامة وابن سوداء بأجود منك يا عمر الجواد. ابن سوداء هو الممدوح به إلى قصيد الغرب. يا عوس بن حارثة بن لام ليقضي حاجتي فيما انقضاها، فما وطئ السلام لابن سعداء ولا لبس النعال ولا هذا. ابن سعداء هو الممدوح في القصيد، والذي ذكره جرير مع عوس بن كعب بن مامة، فما كعب بن مامة وابن سعداء. قصيد يمدح بعمر بن عبد العزيز يقول فيها: وتبني المجد يا عمر بن ليلى، وتكفي الممحل السنة الجمادى، وتدعو الله مجتهدا ليرضى، وتذكر في رعيتك المعادى، فما كعب بن مامة وابن سعداء بأجود منك يا عمر الجواد. في كذب الغزاء واحد كان نكح للنساء قبيل متى، قالوا انه كان اذا انهض اشتكت الفصلان بأيره، تحسبه جبلا هكذا متى. قال كذب الغزاء، ما عندي شعر الا بهذا. قص بن ساعدة الإيادي الخطيب المشهور الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في سوقه وكان على ناقة له حمراء يعظ الناس، وكان مسلما، قص المسلم كان مسلما في الجاهلية، من الذين طلبوا دين الحنيفية ودركوها. كابون ما مثل جواد منهم كذا ابن الغزاء وقص المسلم. قال عنه في المضار بها تحتفل نستفر بها مضار وجل آدم ضاقت منه مداعاته احتفال كهرباء والاجتماع احتفلوا بها.